ما تستغربوا منا لما تعرفوا إنه إحنا لأول مرة بنزعل إنه شهر الخير والبركة رمضان بيجي وما بنقدر نفرح ولا نستقبله زي كل سنة. إحنا مش زعلانين من رمضان، إحنا زعلانين على حالنا اللي إحنا فيه. ما تستغربوا لما تشوفوا سفرتنا مقتصرة على صحن الفول أو طبق الخبازة، هذا الموجود عنا، وبنحكي نعمة والحمد لله، لأنه أهلنا بالشمال سفرتهم فاضية، ما وجدوا أي شيء يكسروا صيامهم فيه. ما تستغربوا لما تشوفوا غزة مطفية، ما فيها زينة ولا فوانيس ولا روح، هذا لأنه الكهرباء من 5 شهور قاطعة وما رجعنا شفناها. إحنا وجدنا حالنا مجبورين نستبدل صوت المسحرات وأغاني اللي بصحينا فيهم بصوت القذائف والصواريخ والرصاص اللي ما بتوقف. ولا تستغربوا من صلاة التراويح اللي بنصليها على الرمل وبين جنبات الخيم، مساجدنا الحلوة كلها صارت أثر، ما في عزايم ولا لمات كبيرة لأنه عائلات كتيرة انمسحت من السجل المدني وكراسيها فاضية. الكراسي الفاضية موجودة بكل عيلة لأحباب فارقونا وما استنوا ليحضروا رمضان معنا. ما تستغربوا وما تزعلوا علينا، ما تستغربوا وما تزعلوا منا لما نحكي إنه إحنا بندفع ثمن التخاذل والانحياز للصمت الظالم. إحنا بندفع ثمن عزتنا وكرامتنا وبندافع عن شرف الأمة، وإحنا راضيين وفخورين وواثقين من نصر ربنا.